اهدى شوي اسمعني. خلاف نوره مع زوجتك متوقع. انت واحد ما عندك سالفه. ما اسمعني للاخير، ما عندك سالفه. انت متزوج واحده اصغر منك بعشرين سنه. تبيها عاقله، تبيها نافجه ومخها كبير. شلون؟ اذا انت واحد ما عندك مخ. انا بقول لك رايي. اذا تبي رايي افصل القوات. شلون افصل القوات؟ قول لي شلون افصل القوات؟ اقول لك سؤالك جميل والجواب بيكون اجمل. نورة تعيش عند الدكتور خالد لين الله يرزقها بولد الحلال، ايش رايك؟ هذا رايك؟ اي دكتور خالد؟ ربع ساعة يالس وتعطيني ومخك وما مخك، اقول ايك راي؟ ليش ما تشل بعمرك وتروح بيتكم تنام؟ زين انا في بيتنا. ها؟ ايه بيتكم، عيل انا اروح بيتنا وانام. انت فارج وروح نام، ولا تنسى افصل القوات. اهلين اهلين، ازيك؟ عامل ايه؟ ابي بيتزا. تبي بيتزا؟ هي. صغيره ولا كبيره ولا ايه؟ كبيره. كبيره قوي؟ ايه. طيب انت جاي لوحدك ولا معاك بابا وماما؟ ما ادري وينهم. ما تدري وينهم؟ هي. معاك فلوس؟ هي. ايه ده؟ دينار وربع؟ انا قلت عليهم ما تكفي. ده اللي معاك بس ما عملوش حاجه دول. شو اسمك حبيبي؟ سعود. جيب لي الطلب ماله، بطاط وعصير. ايش تبي عصير حبيبي؟ بطاط. طيب خد دول بقى خليهم معاك، انا هجيب لك. يلا بينا، يلا تعال تعال. بلا قلتي لي كم مره طقيتيها؟ ثلاث مرات والثالثه ثابته لما انسدحت بالمستشفى. انت مو لازم يفصلونك، لا انت لازم تنقطين باقرب سجن. مو انت لو شايفه طريقه كلامها، لو شايفه استفزازها، كان قلتي كفختيها وياي. لا ما راح اكفخها معاك، لان مو انا المهم، المهم المعهد، هم اللي يسمعون ويعرفون يقتنعون بهذا الكلام. موضوعك انت مو هين، انت محتاجه واسطه وقويه بعد. عذاري تصرفي، ساعديني. تكفين والله حياتي توقف، مو بس حياتي توقف، امي واخواني ما اقدر اخليهم هني تحت رحمه الوحش هذا اكثر من كذي. شوفي انا كنت معتمدة على المكافأة. قلت سنة واتخرج واخذ المعاش واهد للبيت مرة واحدة، اخذ امي واخواني ونطلع. لا انت وايد غلطانة على فكرة. شو المكافأة هاي ولا المعاش؟ شو بيسووا لك اصلا؟ يا ماما انت راح تتخرجين عريف مو ملازم اول، اصحي. لا يتراوالك، ال 200 دينار هذيلا كانت تكفينا بالشهر. فوقهم 200 دينار ثانية غير البدلات. خير ونعمة. وبتأجرون برا قلتي لي ها؟ يا معودة أقل أجار برا وبمنطقة نائية 300 دينار. الحين مو مهم إحنا شلون راح نعيش، لا يهمك، أهم شيء أرجع المعهد الله يخليك. تكفين أنا تبت، تكفين تصرفي. تدرين شنو؟ ما لنا إلا أبو حنين. شو اشتغل؟ حنين رفيجتنا، أبوها الضابط. اي اوكي ادري ضابط، بس باي اداره؟ بصراحه بالضبط ما ادري، بس اللي اعرفه انه عنده منصب يعني قوي وشي، وممكن المنصب ما له علاقه بكليتك، بس انه منصب. بس ارجع الكليه قرار ويتشرط بعد. يبي يبي الموبايل، يبي موبايلي. كوني تعالي صوره وانتي مفصوله. ياه يلا صدقيني تافهة. ليلى لو سمحتي نادي البنات. حاضر. فرح فرح حنين. يا سلام، اكيد يبي يكذبون، يعني تبي يقولون لك انك خاشين الولد عندهم. وبعدين اسمع لك، ترى انا ريال شكاي بالمغفر، مو تقول لي جيراننا ما له علاقه. وبعدين وياي الدليل، تفضل هذا الدليل اللي معي. استغفر الله العظيم. أعطيها ممكن لو سمحت تنطر برا شوي. بس اسمع، ما راح امشي من هني الا وانا واخذ التليفون. موبايلك القديم صح؟
الوداع عند سعود؟ فرح قالت لي ان هي تبي تكلمه من هالموبايل. هذا الحكي يوم اللقاء ما اكبر اعطيته يوم ما مدوني على المعلم. ولا اعطيته شان ولا اعطيته اي شيء. عشان كذي ولا مره كلمته فيه. الشب اللي داخل من وين؟ مالي بابا، انا شريته باسمي. سعود وينه؟ والله ما ادري، والله ما ادري. اوكي اراويكم انتوا الثنتين حسابكم بعدين، بس خليه يمشي هذا اللي برا واراويكم بعدين. خلاص يا حنين، خلاص لا تبكين. انا اكلم ابوي اخليه يكلمهم. اخلي ابوي يكلم ابوك، خلاص عاد مسحي دموعك لا تشوفك لي وتتشمت فيك. ماشي يا قلبي. اوكي حبيبتي، يلا اوكي اوكي، باي باي باي. با انت ما تلاحظ شيء؟ ما تلاحظ ان احمد وايد متغير معاملته مع حنين؟ شلون يعني؟ شلون شلون؟ قاعد يزفها، ما اعرف ايش في عليها. يعني اليوم مثلا والجيران هذا المريض ما ادري شنو سالفته، ما ادري مختفي، ما ادري سالفته، ما ادري. يعني المهم ان ابوه راح بيت احمد وقاعد يصارخ عليهم ويزفهم ويتهمهم ان هم اللي خاشين الولد، وحنين اصلا لا بصوبهم ولا تدري عنه. بغض النظر عن الولد واختفاء الولد، واذا كان البنات لهم دخل في اختفائه، انا اللي شايف ان رده فعل احمد طبيعيه جدا. بعدين احنا ما احنا عايشين بينهم يا يوبا، وانت سمعتي السالفه من حنين من وجهه نظرها. يعني تقصد ان حنين تالف او تبالغ؟ يبا انا مستغربه منك، انت شلون كذي محايد؟ شلون تتعامل مع ليلى كذي؟ وش دخل ليلى بالموضوع؟ احنا قاعدين نتكلم عن احمد وحنين. بعد تالي بنتها من زفت مثل ما انزفت حنين، وخذت طراق بعد. يبا ترى فرح مو بهينة، ترى هي اللي تلاقيها اللي مشيشة الولد وخشته عنهم، شوف وين موديتها. بعد انا مستغربة، انت شلون تدافع عن احمد؟ مو احمد هو ليلى؟ لا، احمد هو احمد. احمد انا اعرفه يا اسماء، اعرفه من 20 سنة، من يوم يجي ويخطب اختش دلال الله يرحمها ويتزوجها. كانت هي بهذاك الوقت سنة ثانية جامعة الله يرحمها، وانت كنت بثالثة متوسط. 20 سنة وانا اعرف هالولد هذا مثال للاخلاق والحكمة. تصدقين والدتك قبل لا توفى الله يرحمها وصتها اهو علينا، عليانا وعلى دلال وعلى شنتي. اي تشوف النصان الامانه. ما تكوني واقعيه ولا تعميش العاطفه. اي عاطفه يبا؟ طلع الباب اللي طقه. ان شاء الله. بما ان الوزاره كلها عرفت انت عن شنو تدورين وما عاد في سر، وبما ان قدراتك في جمع المعلومات ضعيفه، قلت ارد لك الاوراق اللي انباقوا منك اللي تدورينها موجوده بالطرف. بس المهم تستمرين، لان هذه مو المخالفه الوحيده. ومره ثانيه انتبهي على روحك. اصبع. نعم يبا.
أنا أدري أن القضية هذه بالنسبة لك قضية تحدي وإثبات كفاءة، وشفتيني أنا لما تعرضت أنت الاعتداء اللي تعرضتي له، أنا ما تدخلت وطلبت منك أنك يعني تتركينها، لا، بس الحين لاحظت تغيرت قبل الرسالة هذه بالذات. هالشخص هذا اللي عنده كل هالمعلومات هذه ليش ما كشفها؟ ليش؟ أنا أعتقد أنه هو قريب من المجرم اللي أنت تدورينه. لا عميد بيتنا، إيش معناتها؟ هذا عميد بيتنا، يا إذا إيش يبي بالضبط؟ ما أعرف يبا. I can see that you did not find him. دورت عليه بكل مكان بالفريج ما حصلته، رحت بيت فرح قلت يمكن القى الولد هناك، اتهاوشت وياهم وتاكدت الولد مو عندهم، ما كان قدامي غير اروح المخفر واقدم بلاغ، ايش تبيني اسوي؟ And you think that he has left on his own؟ انا حاتي امه، امه اذا درت ان الولد ضايع ايش بيصير فيها؟ Are you thinking of bringing him back home؟ ايش دراني؟ ايش دراني انا عاد؟ انا ما طلقتها عشان حلالها، لان التوكيل اللي مسويت لي اياه توكيل خاص. مو توكيل عام. المحامي يقول لي ان تقرير الطبيب يقول ان عقلها سليم ما في شيء، يعني قضيه الحجر خسرانه، يعني انا خسرت كل شيء، ماكو فايده من اللي سويناه، وانت الله يسامحك لو كنت طايعتني ومكملين سالفه الممرضه لين الين راسها واخذ منها اللي ابي. What an idea! And you think that I'm willing to play the role of the nurse again? Never, Adel, never! أنا مو بمكبر الموضوع. الموضوع بروحه كبير وراح يكبر أكبر وأكبر وأكبر يا ليلى. ريال أخذ تليفون حنين وبدخلنا المخافر. وش اللي يثبت إنه تليفون حنين؟ هي فرح ما قالت قدامك إنها مسحت كل شيء من عليه، الصور، المسجات، المكالمات. أنا ما أدري أنت ليش تحاتي؟ هم راح يجرجرن في المخافر. تخيل العميد أحمد الأمين يدش مع بناته مخافر يا ليلى. وأنت بتفهمني إن العميد أحمد الأمين ما يقدر ينسف القضية والشكوى من عرجها؟ ترى انت مو بصحية ها؟ كاهو كاهو شوفي مو هذا هو؟ اي تصدقيني شابهها. العميد احمد الامين مدير الاداره العامه للجنسيه ووثائق السفر. يقول لك سيبدا العمل بالجوازات الجديده في مطلع يناير المقبل. تلقين بيساعدني؟ منو انا وليش بيساعدني اصلا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انت ليش تذهبين الدواء قبل الفلعة؟ خليني اكلم حنين حسن. ما ترد. بس بتم ادق عليه لين ما ترد علي. زين حب انا بستأذن الحين، تأخرت وبخبرك اذا صار معاي اي شيء، اوكي؟ اوكي. يلا. اقول لك اعذاري. ها بابا. لا تخليني بروحي، والله ما راح انسى وقفتك وياي حبيبتي، وانا ما اقدر اخليك بروحك، ان شاء الله هم يومين وتنحل كل هاي المشاكل حبيبتي وترجعين المعهد وتسوين بوش اب بعد. يلا حب تيك كير. يلا باي باي. يعني هي تغلط وانا اتعاقب، انا شو يخصني بذي كله؟ شو اللي خلاني انضرب على عقلي واعطيها التلفون؟ لا ويب لها خط باسمي بعد. بس الولد صدق مو لاقينا. هذا وين راح؟ لقيته في الشارع وسألته شو اسم ابوك؟ خلنا اوصلك لين البيت. ومسكته من يده تم يهاوش ويصارخ وحاول يفلت عني. طيب اخوي بدر بس احتاج منك البطاقة المدنية بنصورها بس. طبعا تفضل اخوي. احسنت. رقيب حمد تفضل. صور البطاقة لو سمحت. وانت يا اخوي بدر بس احتاج منك رقم تليفونك لو سمحت. 525-44-119. لو ما قدرت توصل حق اهله يا ريت تواصل وياي واخليه يبيت عندنا في البيت لين الصباح ويجيب حقكم. لا تحاتي، الولد في ايدي امينه، ولو ما احد استلمه اليوم اتاكد كل التاكيد انه ما راح ينام بالمخفر اليوم. تسلم ما قصرت. ابي بيجي.
تمين تبكين طول الليل؟ لا هو أول ولا آخر كف تاخذينه. وبعدين طول ما أنتي مطفوقة وما تفكرين بعواقب أفعالك بيجيك كف ورا كف. أول شيء غلط إن الأهل ينطق على وجهه. ثاني شيء أنا مو قاعدة أبكي عشان الكف، أنا قاعدة أبكي لأن بابا هو السبب في اللي صار حق سعود. ليش شنو صار حق سعود؟ في شيء أنتي خاشيتي عني؟ لا أقصد يمكن الحيزبونة طقتها طردتها أو هو انحاش من البيت بسببها. لا والله، وبوشكو هو اللي منعني عنه، كان أنا الحين أدري وينه وأقدر أنقذه. يا ماما يا حبيبتي يا فرح، الناس هذيل حياتهم مو طبيعية، بيتهم كله مشاكل، يعاملون ولدهم معاملة قاسية، فلا تستغربين إذا عاملوك أو عاملوني بقلة أدب وحدة. من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي. عدل؟ لا ماما، هو يعنيني وخاف عليه. ماما ماما فوق إنه هو مريض، ما عندي أم. صدقيني هي فترة مؤقتة وراح نلقى حل. أنا ما أقدر أرد أشتغل عندها مرة ثانية وأخذ معاش، وهذيك الساعة لما راح ألقى حل ونفتك منها راح أسوي لك كل اللي تبينه، راح أجيب لك أنت خدامة وحق سعود خدامة، وحتى البيبي اللي ببطنك بجيب له خدامة بروح. No my dear, rent another house for me then bring her back. Finish all your financial issues with her, get rid of her and then I will be back. ونعم وثلاث نعام، انت سعود وانا سعد والحين صرنا ربع واخوان. ايش رايك اليوم نتعشى مع بعض؟ ابي بيتزا. انت مو توك ماكل بيتزا مع عمك بدر؟ انزين انا مشتهي اليوم برجر. لا ابي شاورما. تبغى شاورما؟ حاضر. لو سمحت تعال المكتب. انزين قول لي يا سعود، انت باي مدرسه تدرس؟ وصلنا ربع انا وانت. انا اسمي سعد واشتغل محقق. تعرف شنو يعني محقق؟ لا. يعني امسك المجرم واللي يغلط بالهوشه بالاول واللي يبوق السياره واقول للقاضي عقب السجن. جلي انا مو جاي اشغلك، انا جيتك بس عشان اقول لك ان خالتي كلمتني وقالت لي انها تبيني اخذها معي للجامعه. شكرا على كل اللي سويته انت فاطمه، صراحه حسيت نفسي سخيف حركه امبارح. لا عادي، واحنا مستعدين نسوي لك اكثر دام هالشيء يطلعك من حاله الكآبه اللي انت فيها. فعليك بس نسويه واحنا نضحك. طيب حلو، راح اجيب سيارتي وانت تضحك. اضحك ونص لا وكركر بعد، اعتبر سياره اخر الاسبوع عندك. سفرة محمول مكفول على ما يقولون، سفرة على الراحة والهوى. ليش معنا؟ بروح الخميس وبرد السبت، من يردها؟ والله عاد براحتك، بعدين سوي اللي تبغاه، انت اللي حنيت عليه لين قعدت صح؟ تحمل. بس دير بالك من هالسفرة، مرتك حترجع تشك من جديد وحتتهمني انا فيها. لا 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 لا، انتي شالتش من راسها، انتي خلاص سلام والسلام. الله يبشرك بالخير يا رب. المهم اعطيني تليفوني اللي عندك. ايه الله يسمعنا الاخبار الطيبه من الاول. والله العظيم كانت مهمه سخيفه وصعبه. عموما نور انا كمان بقول لك شيء، انا اسف اعتذري لك كثير من ولدك على موضوع سياره السباق، واي شيء ثاني هو يبي انا مستعد. ولا يهمك، لا تشيل ببالك، المهم لا تستحلي قعده البيت كثير. انت هذا قرار ولا استشاره؟ الاثنين يا عمي. وإذا قلت لك ان فكرتك هذه صعبه وفيها مجازفه تراجع عنها؟ بعيد التفكير يا عمي، بس ولو اني استخرت وشفت ان كل اللي حوالي ياكد لي ان قراري في محله ما عدا اعتراض ليلى طبعا. خلاص ما دام قرارك بمحله ما عليك من الحريم، الحريم قلبهم رجيج. توكل على الله وروح وسوي اللي تبيه ولا تحاتيبه،
حنين وفرح بحطهم في عيوني لا تحاتيهم. بس المهم يا أحمد، المهم تطمني عليك كل يوم. لا خلا ولا عدم يا عمي، الله يخليك لنا. يلا تفضل. تفضل انت. يلا تفضل. كان في بلاغ الساعة 6 المغرب أمس في منطقة الجابرية، وأبوهم بلغ عليه، وهذه صورة البلاغ. تفضل. من الجابرية؟ وياي السرة بروحك يا سعود؟ السلام عليكم. الأخ عادل أبو سعود؟ معك محقق مخفر السرة. أبشرك سعود بخير. تطمن تطمن، سعود موجود معانا والحمد لله بخير. اي اكيد طبعا ان شاء الله، انا موجود لحد الساعه 2 ان شاء الله. طيب احسنت اخوي. كلم فرح. اكلم فرح ان شاء الله، بكلم فرح. والحين كلمت بابا والحين جايينك. هلا هلا يا ليلى، تفضلي تفضلي قعدي. الحمد لله خلصت شغلي كله، وسويت لك 3 حلقات بيعفسون الديره كلها. حلو. وعدنان شلونه معك؟ ولا اروع. عطنا اسبوع واحد بس ننتج الحلقات ونجيبها لك. انا واثقه انها بتعجبك. بصراحه انا ما كنت اتخيل كذي، انت عارف دائما الهوى غير. صحيح، فتره 3 اسابيع كافيه ان نشوف 2 غيركم. 2 غيرنا؟ ايه، لاني حولت عدنان التحقيق، لان التعامل مع المراسل وبدلوا البرنامج. توني شايفته يتعامل معي طبيعي، ما قال لي شيء. لا لا، هو ما يدري للحين. تفضلي. شنو هذا؟ هذا برنامج على باب الوزير، عليه توقيعي وموافقتي. قلت لي ما تسافرين وترجعين تكونين اخترتي فريق العمل اللي بتشتغلين معه. يا الله، وايد ريحتني. اقول لك شغله، ترى الجمله اللي قلتها لي من قبل على البرنامج انه يعني لا يرقى الى المستوى، ترى وايد حسيت في الاهانه وقتها. عيلك مني اعتذار وشدي حيلك في باب الوزير. انت متخيل ان 7 شركات وهميه ما لهم سجل تجاري، لا تراخيص، لا مسجلين، لا عندهم تجاره ولا شيء، وفوق هذا كله يدشون المناقصه للتمويل ويقدمون عطاءات متدنيه باسعار متقاربه. واللي اكبر من كذي ان في شركه ثامنه هي اللي تدير اللعبه كلها. وكل مناقصه يدشونها السبعه؟ لا طبعا، اعتقد ان كل مره تكون في شركه ثانيه. ما المفروض اللي يدش يقدم صور تراخيصه وعقد الشركه وشهاده العماله؟ المفروض، تخيل، وكل شيء موجود لكنه مع الاسف مزور. ومنو المتورطين عندنا في الشركه بالموضوع؟ من عندنا علي فهيد، وهو الحين باجازه، بس انا متاكده ان في ناس غيرهم متورطين بس مو عندنا بالوزاره. بعد ما خلص زوجتي المستشفى اضطريت اني اجيب ممرضه حق سعود، وما تمت، وجبت غيرها وغيرها وغيرها، لأن سعود سلوكه عدواني، فمن الطبيعي أن ولا واحدة تكمل معه. وأمه للحين بالمستشفى؟ إيه نعم، أمه للحين بالمستشفى وتمر بحالة اكتئاب حاد، لأن الله ما رزقنا عيال لمدة 12 سنة وبعد ما حصلنا سعود. أنت شايف وضعه، ما تقبلت الوضع فحالتها انتكست. طيب ليش لما شافك الولد جاته حالة هستيرية وقام يصيح؟ انت شلون معاملتك معه؟ انا معاملتي معه طبيعي عادي، حالي حال اي ابو، لان المدرسه والدكتور اللي هناك طلب مني اني اعامل سعود انه طفل طبيعي، يعني ازعل منه اراضيه، يزعل مني، اجيب له هديه، اعاقبه، عادي. يعني وارد انك تطقه؟ ها؟ لا لا، يعني مو اطقه اطقه، يعني اعاقبه، اهوش له بس. السلام عليكم. عليكم السلام. سمعي، شلونك يبا؟ الله يخليك، الحمد لله. سمعي، هذا البيت يلا قول طيب الحلو اللي له معنى،
هذا اللي أبو العتا هي يقول: وما الدهر إلا جامع ومفرق، وما الناس إلا راحل ومودع، فإن نحن عشنا يجمع الله شملنا، وإن نحن متنا فالقيامة تجمع. الله يا يبا الله، ذكرتني بأيام المدرسة، أيام ما كنت تسوي لي اللوحات، ما حد كان فاكني من مدرسة اللغة العربية ورافع درجاتي إلى لوحاتك. عاد انتي كنتي أداوة مع اللغة العربية. بعكس أختش دلال، أختش دلال كانت تموت على اللغة العربية، لكن ما تحب الرياضيات ولا تحب الأرقام مثلك. وعمر يبا؟ عمر كان ذكي، عمر كان كله يطلع الأول، كان ما عنده اهتمامات ثانية غير العلم والدراسة، حتى ربعه ترى ما كان يهتم فيهم وايد. كان يقول لي، يتذكر وهو في الجامعة يقول إن الدكتور كان يقول له: لو كانت في درجة أكبر من A بلس كان عطيتك، لأنك تستاهلها. لكن كان مغرور، مغرور وايد، وإحنا اللي خلينا نصير مغرور ومتكبر، إحنا اللي نفخناه وايد، لأن صار متكبر علينا وعلى الديرة. إيفا ما أدري، أحس إن أنت وايد فخور بعمر وبدلال، بس أنا لا، أحس دايماً إن في مقارنة بيننا. لا يا يبا، أسماء بين العيال ما في أعلى وأدنى، لا أبداً أبداً. بالنسبة للموضوع اللي قلتيه، المقارنة بينك وبين أخوك أو بينك وبين أخوانك، ما في مقارنة، هذه المقارنة عقيمة ولا منها فائدة ولا لها معنى. يجوز، ما أدري، مجرد مشاعر وإحساس، يمكن مشاهدات لا أكثر. المهم يبا ما علينا، قل لي، أو لا أنا بقول لك شيء وايد مهم. قولي تفضلي. شوف، أنا سلمت ملف القضية للشؤون القانونية وهم راح يحلون الموضوع، يعني أنا برد ذمتي، تطمن. الله يريح قلبك يا يبا. يبا أنا عمري ما تدخلت بشغلك ولا خصوصياتك بالحياة ولا طريقة حياتك، ما تدخلت فيها، لكن كون البيت الحين صفصف علينا أنا وياك بس، فيهمني، يهمني إني ما أشوف أي شيء يعكر حياتك ويبعدك عني. حتى يبا زواج؟ حتى زواجي. تدرين أول شرط بشرطة على اللي تقدم لك شنو؟ يخت. لا، انكم ما تطلعون من هالبيت، تسكنون في البيت هذا. مثل ما قلتي، انت لك خصوصياتك، انت ويا زوجك كيف مسوي اللي تبون على كيفكم، بس بحدود احترامكم لبعض واحترامكم لهذا البيت. تقدر تستلمه وتروح البيت، لكن متوقع معاي على تعهد بسيط يضمن سلامة الولد من الاعتداء الجسدي او الاعتداء اللفظي او حتى المعنوي. تعهد؟ هذا حكي جديد طال عمرك، ترى هذا اللي انت قاعد تتكلم عليه ولدي، يعني انا اكثر واحد اخاف عليه. القانون كذي. الا بالمناسبه، منو هالجيني؟ ها؟ لا انتم مو من صدقكم، تبوني اقول حق ابوي موضوع مثل هذا؟ ما اقدر، سمحوا لي، ابوي بروحه بلا اي شيء، كله معصب وكله يزفنا وكله يهزئنا هالايام، انسوا الموضوع. مو انت بنته المفروض، يعني مالك دلال عليه حنين. يلا عاد لا دلال ولا اسماء بعد. زين اختك الصغيرة الحلوة الدلوعة تأثر ولا لا؟ أقول أكلي كيكتك وشربي عصيرك وانسى الموضوع. أبرك رؤى حبيبتي، سامحيني صدق ما أقدر أقول حق أبوي موضوع مثل هذا، ترى أبوي دم مضروسة الواسطة، ما يرضى ما يحب، وبعدين أنت اللي سويتي بعد الله يهداك، يعني شا أقول لك، بنظره هذه جريمة مو بس مخالفة. زين سمعي أنت الحين قولي له، إذا وافق عاد ذيك الساعة يصير خير. بس أمان لا تسدي الموضوع أبوي، الله يخليك. شا أقول له؟ لحظة أقول أعطيني الرقم وأنا بتصرف، وشرط أني أقنعه. مسكي، هذيل الثياب سعود قسليهم عدل وسوي له مكبوس لحم مع دقوس، تفهمين ولا لا؟ اكيد محبوس لحم. اي اكيد. شي تنيت انت يا مدام؟ ويني مدام؟ نايم. زين يلا 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 فارجي سعودي. ها. حبيبي. ها. الحين ابيك تتغدى ها وتشبع
عشان العصر باخذك اروح اشتري لك ملابس جديده ها واشتري لك العاب جديده. زين 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 بوديك واشتري لك العاب جديده ماشي؟ يلا يلا على الباب عفي على البطل يلا روح. صغيرة ومشكنمة بس عاد هذا اختيار نبع الحنان وما نقدر نقول لها لا. وفوق هذا كله رعية الشقة صديقة الوالدة عشان كذي وثقت فينا وعطتك وانت عزابي. هذه الشقة سويتها لولدها بس ولدها صار عنده 4 عيال وضاج عليهم المكان وأجر برا. واحنا مو بعاد عليك، احنا بالفريج اللي وراك يعني بظهرك، يعني غداك واصلك عشاك واصلك بس الريوق عليك. مصخها. والله ما ادري ايش اقول لك صراحه، احيانا كثير فعلا احس نفسي محظوظ، في كل مكان اروحه عندي ام تنتبه لي وتدير بالها علي. شوف عاد هذا من دعوات امك لك، امك تحبك وراضيه عليك. تدري انها زعلانه علي بس في احساس جوتي يقول انها كل يوم تصلي وتدعي لي. ما علي ما علي، حتى لو تزعل عليك قلب الام هي اكيد تحبك وتخاف عليك وانت بعد ما تلام. باسمي ام طارق تبيك ومحتاجتك، محتاجتك وهي. ظاهر ان الوالده مسلمتكم القياده كامله. لا وزيدك من الشعر بيت، شفت الحنه انك تقعد في الكويت وتجيب اغراضك واوراق الجامعه والدنيا هذه كلها والخبه، ترى كله من تحت راس الوالده هي اللي قالت لنا سووا كل هذا. ليش؟ انا اقول لك ليش، بس خلاص تبيك تنسى موضوع طارق ليه متعلق بهالوهم هذا، خلاص اترك الحزن، الدنيا ما وقفت، انظر قدام شوف نجاحك بعيون ام وابو طارق، شوف مستقبلك، لا تتعلق بقصص راحت وانتهت، بقصص مشتركه ما منها فايده. مؤيد انا كنت اتوقع اذا جيت الكويت بيتغير فيني اشياء كثير، بترك اشياء كثير، بنسى اشياء كثير، بس لقيت اني فعلا قاعد اجيب كل شيء هناك هنا. انا لين الحين اشوف طارق في كل مكان واتخيله، بديت استانس بهالشيء. وين اشوف طارق؟ بكل مكان؟ شوف عاد ترى الشقه بعدها ما انسكنت، ولا تشوفني كذي ترى انا تبريد من الخوف. والله ما ادري ايش اقول لك لكن مشكور. لا ما افضل ان احد يدري باي شيء الحين، خلي الموضوع بيننا. لا ليلى انسان عاقله وراكزه بس في النهايه الحريم كلها تتساوى. والله ايش رايك؟ المهم احنا بنروح لندن اول شيء، بعدين باريس، فرانكفورت، وبنلتقي ان شاء الله في نيويورك. بس طمنيني انت مرتبة كل شيء هناك صح؟ ان شاء الله الحمد لله. المهم هي بتكون مشغولة وانا لش طول اليوم، بس الله يخليك الله يخليك، انا لازم انام بالفندق. اي في واحد بيمر عليك عقب يومين من الإدارة من عندي يسلمك الجواز وعلي الفيزا.